جاي فيهم. استنى. عندك صورة؟ يلا. إذا أحمد معي نجم المنتخب العراقي مازن فياض. كابتن، يعني المباراة انتهت بهدف دون رد للمنتخب العراقي، يعني المنتخب العراقي رغم هذا الفوز لم يظهر بالصورة اللي كانت يعني تتحدث عنه وسائل الإعلام وأوساط هذه البطولة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للشعب العراقي. مثل ما تعرف دائما أول مباراة بالبطولة تكون صعبة على الفريقين. مثل ما تعرف احنا الحمد لله والشكر سجلنا هدف وظلينا محافظين على شباكنا. مثل ما تعرف ما ظهرنا بالمستوى اللي يليق باسم الكرة العراقية. إن شاء الله بقينا مباراتين، علينا أن نتأهل أول على مجموعتنا، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله، ونعد للشعب ان شاء الله. كابتن، يعني الشوط الاول كنت افضل، ولكن الشوط الثاني كان المنتخب الاماراتي قريب من التسجيل في مناسبتين. الشيء هاي حال كره القدم، مثل ما تعرف مو دائما الفريق يهجم، احنا نهجم، لازم الفريق يهجم عليك الخصم. الحمد لله والشكر ما سجلوا علينا ولا هدف، ظهرنا بمستوى طيب، كان اللاعيبه على قد المسؤوليه، والحمد لله والشكر باقي افضل ان شاء الله. جاي افضل حبيبي. يا كابتن.